الإنسان مشغول دايما بمعرفة الأسرار واستطلاع الغيوب، يريد أن يزداد قوة وهيمنة، يريد أن يهزم الموت، يريد أن يتحكم في الطبيعة. لكن الحكاية أكتر من مجرد أن هو عاوز أو بيحلم. التطلعات دي مش من فراغ أبدا، ده من ظواهر بيشوفها الإنسان في حياته بالفعل، يشوف بالليل حلم فيتحقق بالنهار. فدي ظواهر بتحصل لنا كلنا بصرف النظر عن كون الواحد مؤمن أو كافر، صالح أو طالح. يا مرحب بالضيوف، نورتوا العزبة. اتفضل يا سعادة البيت، افرجك اوضتكم. هو ايه اللي كان متعلق هنا؟ يا مرحب يا مرحب. معلش يا بيه، العتب على النظر. ليه وبتاع ايه؟ تفزعنا. بنور لكم الطريق بدل ما تمشوا في الضلمه زي هو. سليمان دايما كده بيحب ينور للناس طريقه. وشوش الوضع يا بيه. انتوا متجوزين من عمر؟ غدا هو اللي قالك الكلام ده؟ ما تستعجلش. الودع بيقول كمان ان خسارتكوا كبيره قوي.
وإيه كمان؟ ما تتحداش الودع. غيره غيره. الودع بيقول انك جاي هنا بنية تانية خالص. نية ايه؟ ما تيجي نسأل. هما مين دول اللي هنسأل؟ هو في غيرهم يا بيه؟ انت هتصدق الجهل ده؟ ليه بتسأل؟ والجواب عندك من الأول. يلا بينا كفاية. يلا بينا. ايه يا حبيبتي في ايه؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة. لا تكابر، وانت عالم بالحجايب. الموت كالحياة، التنين حق، لكل أجل كتاب ولكل وعد ميعاد. لكل أجل الكتاب، لكل وعد الميعاد. كفاية. ايوه يا ندى. انت فين يا سحر لحد دلوقتي؟ ما هيكي هفطر واجي. مش قصدي يا بنتي، بس ده ميعاد استاذ طاهر اللي انت محدداه بنفسك. ايوه ندى، ميعاد استاذ طاهر الساعه 12. طب ما هي الساعه 12 يا سحر.
لازم تعرف ان انا جاي هنا مخصوص عشان اساعدك. انا عايز اسمعك، عايزين نعرف عنك حاجات كتير، ملفك مش كامل. عايزك تتكلم من غير ما تخاف من حاجه، خلينا نتكلم كاننا اتنين اصحاب. صحاب؟ بلاش صحاب يا سيدي، خلينا اتنين معارف. بس احكيلي، هتصدقني؟ جربني. لو قلت لك انه في حد معانا هنا، هنا دلوقتي؟ ايوه هنا دلوقتي معانا، وانا اللي عارف كل ده. طب ما تقولي اللي موجودين هنا دول شكلهم ايه؟ انت زيهم مسير مش مخير. ومين فينا مخير؟ ده الفرق ما بين الكاتب والمكتوب. طب ما تقولي انت ايه المكتوب؟ هقول لما ترجعوا لي ألمي. حاضر، أنا هخليهم يرجعوا لك كل ألمك، بس كمل الكلام. قلت كتير ومحدش سمعني. طيب زي ما أنت عايز، براحتك. عشان تفهم لازم تسمع، وعشان تسمع لازم تصدق. اللي لا بيتشاف ولا بيتقرا وكل ده هيحصل لما ترجعوا لي ألمي. إلك تعال بر يا ابني، امشي اشتري عمرك، اشتري حريتك، اهرب يا مالك اهرب. عشان اشتري حريتي لازم ادفع الدم. ولدي طريقك مرسوم، انت مصير مش مخير. والله والله يا سابس يا ابني، دي عين وصابتكم. يا امي يا امي، الحاجات دي خلصت من زمان خلاص بقى. اتفضل يا سابس. حازم عنده حق يا طنط، كل شيء مقدر ومكتوب، بس انا لسه عندي عشم ان انا وصحر نرجع لبعض تاني. دي دعوتي ليكوا ليل ونهار لربنا انه يهدي سركم ويبعد عنكم اي شر. انت راجل محترم قوي يا ثابت، وعمرك ما قصرت. انا علشان كده جيت لكم بدري، عشان اضمن ان سحر مش موجوده هنا ونعرف نتكلم براحتنا. يا ريت كانت تبقى موجوده، انا كان نفسي انها تبقى موجوده. انا عايز افهم حاجه، هو انتوا خايفين من ايه؟ بالراحه بالراحه يا حازم، الامور ما بتتاخدش كده. انا لازم اجي ابخر لكم البيت. لا ولا كده كمان يا طنط، لأن المشكلة لسه في سحر. سحر اللي متغيرة،
أنا قلت اللي حاصل ده بسبب الأزمة اللي احنا مرينا بيها بس. سحر القديمة كانت لازم تكون رجعت من زمان. وهترجع. وغلاوتك عندي هترجع، غصب عنها هترجع. مفيش حاجة اسمها غصب يا حازم. أنا صحيح عايز أختك. بس برضاها مش غصب عنها. وأنا ما عملتش كل ده عشان في الآخر أجي أغصبها. مش كده برضه ولا إيه؟ أنت عملت كل خير يا حبيبي. كفايه ان انت سبت لها الشقه رغم انكم. رغم ايه يا امي؟ انت بتقولي ايه؟ سواء رجعنا لبعض او ما رجعناش، دي شقه سحر. احنا عشنا مع بعض سنين. انت شايف ايه يا ثابت؟ انا شايف ان الزن على الودان امر من السحر. احنا اتقابلنا قبل كده؟ الصراحه لا. لا، هو انت جاي تشتغلنا هنا ولا ايه؟ لا انا جاي اشغلكم. تشغلنا؟ مش فاهمه، هو حضرتك عندك مشروع؟ مشروع عمرك. برضه عملت اللي في دماغك يا سليمان. وانا مالي يا اطياف، احنا طول عمرنا في خدمتهم. اه بس مش على حسابنا. ما حدش فينا بيدفع الحساب، هما اللي بيدفعوا الحساب، واللي راح لازم يرجع لكل أجل كتاب ولكل وعد ميعاد. حضرتك كويس؟ أجيب لك مية؟ لا لا أنا تمام، بس أنا راجع من السفر، بس أنا راجع من العزبة. عزبة إيه؟ العزبة اللي حضرتك شرفتيني فيها مع دكتور ثابت جوزك. يا ريت بتسلمي لي عليه. أصل أنا والدكتور ثابت اتطلقنا الحمد لله. أنا آسف، أنا معرفش. يبقى علشان كده حضرتك مش عارفاني؟ واضح إن العزبة بتاعتكوا كان وشها حلو عليهم. أنا آسف مرة تانية، بس أنا دكتور ثابت كان قايل لي إن العزبة عجبت حضرتك جدا. ودي حقيقة. طيب الحمد لله. أنا كنت فاهمه برضو إن حضرتك كان ليكي نظرة في ديكوراتها. معلش يا فندم، احنا اسفين جدا، بس احنا بنشتغل بس في الشيخ زايد، ما بنشتغلش ولا في عزب ولا في بيوت قديمه. اسفين. ندى ثانيه واحده، ممكن اعرف حضرتك عايز ايه بالظبط؟ يعني ايه المطلوب؟ انا كنت باجر العزبه وما كنتش مهتم بيها بصراحه، قررت ان انا ابيعها ومش جايبه لي سعر كويس، فقلت اجي لحضرتك يعني تساعديني في تجديدات ديكوراتها، وانا مستعد لاي تكلفه. واضح ان حضرتك مش سامعني كويس. بقول لك ما بنشتغلش في عزبه. يا مرحب بالضيوف، نورت العزبه. الوضع بيقول انك جاي هنا بنيه ثانيه خالص. لا تكذب وانت عالم بالحجايه. اسفين جدا. وانا مش هتدخل في شغلكم، وزي ما قلت لحضرتك اوبن بادجت. لا ده واضح ان في مشكله بجد في السمع. بقول لحضرتك احنا ما وانا موافقه. انا موافقه. وانا كنت متاكد. ودي نسخه من المفتاح. ناسية حاجة يا هندسة؟ مش لاقية المفاتيح بتاعتي. لا أنا لسه بنضف ومفيش أي حاجة.
انا مش فاهم حاجه. وانت ملبوسه يا بنتي؟ يا ابني ما تسكت، انت مش شايف حالتها عامله ازاي؟ شايفها، بس انا عايز افهم. طالما هي كيوت قوي كده وخايفه طول الوقت، عايزه تفضل عايشه لوحدها ليه؟ انا مش هفضل قاعد اتفرج على الكلام ده، مش قادر. أخيرا افتكرت جوزك يا هانا. دلوقتي وتنام. لا انا مش هقدر انام، مش قادرة. بسيطة، يبقى نخرج. نروح فين يا خالد؟ احنا بقينا الفجر دلوقتي. هو انت مجنون؟ انت يعني اول مرة تعرفي ان انا مجنون؟ قومي يلا عشان نلحق نرسم الشروق. قومي قومي، بلاش كسل. أنا حاسة إن أنا أول مرة أشوف حاجة بالجمال ده. في حاجات كتير قوي حلوة، بس إحنا اللي مشغولين عنها. هو أنت مش بترسمي ليه؟ ما أنا قلت لك إن أنا نسيت أرسم، مع إني كنت برسم وأنا في الجامعة. وكنت بترسمي حلو بقى؟ الصراحة لا، وحش قوي. طب فاكرة آخر مرة مسكتي فيها فرشة؟ لا مش فاكرة. طب بصي بقى، انت هترجعي ترسمي تاني وهنعمل معرض سوا كمان. معرض؟ مرة واحدة؟ معرض، ومن هنا ورايح كل ما اشوفك هنرسم. يا حبيبي ده انا بشوفك بالعافية، ما انت عارف الظروف.
مش عايزك تمشي. معلش عشان انا لازم اروح البيت واغير هدومي، عندي ميتنج مهم قوي، بس بكره الجمعه هنقضي مع بعض. وعد وعد. هنرسم هنرسم. يلا باي. حرام عليكم، عايزين تموتوني يعني؟ قايله لكم 100 مره انا عندي حساسيه من المانجا. انا اسف يا باشمهندسه، والله انا لسه اول يوم ليا. طب ما شيل ده من قدامي ثانيه واحده. الو، اتاخرتي ليه يا باشمهندسه؟ احنا كلنا هنا مستنيين. كلكم مين؟ الحراس. جايه امتى يا سحر؟ اسمحي لي ارفع التكليف. طبعا انا جايه قريب ان شاء الله، واحنا هنفكرك على طول. ما تخافيش. مالها يا بنتي؟ ما تطمنيني، ايه اللي حصل بالظبط؟ مش عارفه والله يا طنط، وقعت واحنا في الموقع وانا قلت لازم اجي معاها اطمن عليها. كتر خيرك، متشكره قوي. عموما الدكتور يوصل دلوقتي ويطمنها. شكرا. لا الموضوع مش محتاج دكتور، احنا بس يوم الخميس بيبقى عندنا ضغط شويه. هتبقى كويسه ما تقلقيش. لا لا، انت مش شايفاها واقعه ومفرفره ازاي؟ خلاص حازم اكيد هو والدكتور على وصول. نعم وصلوا. سحر يا سحر، ردي عليا. الو يا بنتي، مامتك هتموت من الرعب بره، عشان خاطر طمنيها. سحر اتفضل يا دكتور، اتفضل. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا ندى؟ ازيك يا دكتور. يلا يا ندى عشان نسيب الدكتور يكشف على مراته. مرات مين؟ معلش هي مش قصدها وخانها التعبير، بس وبعدين انا هنا كدكتور. تنسيت ان انا دكتور بشري قبل ما اتخصص في علم النفس ولا ايه؟ ازيك يا حازم؟ ازيك ندى؟ طب انا هعمل لكم شاي. لا لا لا، ازاي ده واجب عليا. لا لا انا اللي هعمله، حضرتك بس سكرك ايه؟ معلقه واحده. انا معلقتين. لا سحر، كده ضغطك واطي جدا. طب يا ستي لو عايزاني امشي انا ممكن امشي حالا، انا كنت عايز اطمن عليكي مش اكتر. على العموم مالك يا سحر؟ فيك ايه؟ أنا مش كويسة. طيب أنا هنا عشان أسمعك، أحكي لي. أنا في حاجة غريبة، في حاجة بتحركني، أنا مش أنا. حبيبتي ده عادي جدا في المرحلة دي، ما تخافيش. لا لا مش عادي، حاسة إن أنا مخنوقة. كملي على الحبوب دي هتريح اعصابك خالص.
هو انا مالها اعصابي يا دكتور؟ انا قصدي قصدك ايه؟ هو انت ازاي جاتلك الجرأة ان انت تيجي لغاية هنا وتكشف عليا كمان بعد كل اللي انت عملته؟ عملت ايه يا سحر؟ فكريني. عايزه افهم انا عملت لكم ايه؟ سيبوني في حالي بقى. سيبك في حالك؟ احنا يا بنتي. ايوه انتوا. خلاص؟ فاكرين ان انا مجنونه دلوقتي؟ ها؟ فاكرين ان انا محتاجه الدكتور ثابت؟ في ايه يا صاحبي؟ مالك طايحه في الناس كده؟ ما تتكلمي عدل. خلاص يا حازم ملوش لازمه الكلام ده. سحر برضو معاها حق. لازم تدوها مساحتها. انا اسف يا سحر. ما كانش قصدي ان انا اتطفل عليكي. انا فعلا كنت عايز اساعد. أنا مش محتاجة مساعدة. طيب أنا هستأذن لازم أمشي. استنوا يا جماعة. كلنا هنمشي. يلا يا أمي. لا 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 أنا مش هسيب أختك وهي في الحالة دي كده أبداً. روح أنت، روح أنت، أنا حبيت معاه. روح. راحتكم. مساء الخير. مساء الخير. معايا طلب لمدام سحر. ايه ده يا فندم؟ دي الطلبات اللي حضرتك عملتها الصبح من المكتب. لا بس انا ما طلبتش حاجه وما روحتش حته. حضرتك يا فندم جيت النهارده ودفعت ثمن الحاجات دي وطلبتها على البيت. ايوه افتكرت. انا كنت فاكره هتيجوا بكره. شكرا ميرسي. شكرا. هانت يا أطياف، القلم هيكتب والريشة هترسم. يبقى الغيب هيرجع يا سليمان. لكل أجل كتاب ولكل وعد ميعاد. يا بنتي اكيد مش طبيعيه تاكلي كل المانجا دي وانت عندك حساسيه. هو ايه يا حبيبتي؟ الناس مفروض بتكبر بتعقل ولا بتتهبل؟ انا اكلم اخوكي احسن. اتصل ويجي يشوف له صرفه معاكي. ايه ده ما بيردش؟ احسن افندم. هيجي يشدني من شعري ويقول لي ما تاكليش مانجا تاني زي ما كنا بنعمل واحنا صغيرين؟ فيها ايه لو كلت مانجا؟ محرومه منها بقالي سنين. ايه؟ كفرت؟ خايفه على صحتي؟ شويه حساسيه وخدت لها دواء، ما انا قدامك اهو ما متش. حساسيه ما بتموتش يا ماما. عارفه ايه اللي بيموت؟ السم اللي انت بتحطيه في كل كلمه بتقوليها لي وانت بتلوميني. يا بنتي يا حبيبتي انا ما بلومك، بلومك عشان مصلحتك، وما بوجهك برضو بوجهك عشان مصلحتك، وخصوصا بعد ما انا كنت مفيش داعي تكملي يا ماما. عشان انا متاكده ان انت عشان انا متاكده ان انت او بمعنى اصح
فهمتنيش؟ بس انت مش هتعرفي تلوميني تاني، مش عشان انت ابتديتي تحسي بيا عشان انا مش هسمح لك. روحي لو سمحتي، عايزه ابقى لوحدي. انا مش عارف اقول لك ايه، حقك عليا وانا وعدك هعوضها لك. ماشي، بس خلي بالك بقى ان انا مش بتصالح بسهوله. وانا موافق. طب انا هاخد حاجه مش مستر العربيه. طب انزل واجيب لك. لا 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 ماشي. اقول لك ايه، في حاجه هنا. معلش يا حبيبي مش هعرف اجي لك النهارده. يعني ايه يا سحر؟ ده انت وعداني، وبعدين النهارده يوم اجازتك. اسفه والله، حقيقي اسفه، بس هحاول اجي النهارده بالليل. يو بقى سحر، طب انا اعمل ايه بقى لغايه بالليل من غيرك؟ ارسم، اعمل اي حاجه، سلي نفسك. حبيبتي انت كويسه؟ طيب انا كويسه. انا كويسه. أمال مالك؟ هحكي لك بالليل. يعني هتيجي بجد؟ وعد؟ وعد. طب أنا أنا لازم أقفل دلوقتي عشان زعلت ماما النهاردة ولازم أروح أصلحها. ماشي؟ بحبك. وأنا أكتر. ماما، وصلت؟ وصلت. شكرا. والمقدر اتكتب كويس؟ يعني هتتكلم؟ مفيش داعي للكلام. بالنسبة لنا في داعي علشان أفهم. مسكين أنت، مسكين مش فاهم أي حاجة. طب ما تقولي أنت بتشوف إيه؟ حقيقي أنا عايز أصدقك. مش مهم تصدق، المهم تسمع. أنا علشان أسمع يبقى أنت لازم تتكلم. لازم تتكلم. جربني، قول لي انت شايف ايه. شيطان،
شايف الشيطان ليه ألف شكل وشكل ألف شكل وشكل. ولادي بيروحوا مني يا شيخ حارس. الكلام شكله مش عاجبك يا حازم بيه. لا لا خالص يا فندم خالص. على فكرة انت معذور وعندك حق، انت لو كنت جيت لي مبسوط ما كنتش قابلتك. ايوه يا شيخنا، بس انا لسه ما قلتش حاجة. قبل ما تقول احب اطمنك واعرفك بنفسي. أنا أصلاً مهندس زراعي، الفاكهة اللي قدامك دي كلها من أرضي. ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله يا شيخ حارس. إحنا طبعاً عارفين قدرك دايماً، عشان كده إحنا جينا لك. أنت جيت يا ست رقية، إنما الباشمهندس لسه ما جاش. شو مهم، النتيجة واحدة. ذكي مقنع، بيجي الأوضح نقطة عندك. نقطة إيه؟ الإيمان، الإيمان هو عارف لما يكون عندك خلل بالإيمان خلاص خلصت. معلش أعذرني، يمكن عشان أول مرة أجي المكان ده. على فكرة مش لازم تيجي عشان تكون مؤمن. أيوة مؤمن بإيه يعني؟ بكلام ربنا. بكلام ربنا يا ابني. ونعم بالله، احنا هنا يا حازم مش بنتاجر، احنا هنا بنعالج. بنعالج بفضل الله عز وجل. يفضل معاك واحدة واحدة لتآمن باللي هو عاوزه، بعد كده يخليك تكفر اي حاجة انت كنت مآمن بيها. أي حاجة. فهمتني؟ بحاول. لا، عشان ما سمعتنيش. ابنك حازم زي الفل، بس هو على العين. يعني ايه يا شيخنا؟ يعني بالبلدي كده محسود، بس حسد تقيل شويه. بقول لك يا حازم، هو انت بتحس بنغزه في جنبك اليمين؟ يعني ده اللي ممكن يكون مطفش مراته؟ سبحانه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. ممكن يا ست رقية. لا إله إلا الله. بص بقى يا حازم، احنا الفترة اللي جاية دي هيكون لنا أعداد كتيرة قوي مع بعض. كل اللي أنا طالبه منك إنك تلبس السلسلة دي، أو حتى تحطها في محفظتك. ما تقلقش، دي آية الكرسي مكتوبة في ورقة صغيرة ومحطوطة في البلاستيكة دي عشان تحافظ عليها. ودول بقى ورق صغير كله مكتوب عليه كلام ربنا. وده عامل بيه؟
انا عايزك تحطهم في شويه ميه وتسيبهم لغايه اما الميه تشرب الحبر وتمشي الميه دي على جسمك كل استحمى بيهم يعني يا ابني وانا بقول لك اشربوا هتمشي الميه دي على جسمك زي السلف الصالح بتوع زمان بس مش في الحمام لما تخلص يا ابني بارميهم في الزرع ايوه المفروض هيحصل ايه يعني هتشوف بنفسك وانت شايف ايه شايف كل حاجه مكشوف عنك الحجاب يعني هو اللي بيشوف اكتر من اللازم بيعرف اكتر من اللي مطلوب ساعتها يبقى صعب تفرق بين الحقيقه والخيال والشيطان اللي انت بتشوفه بقى ده حقيقه حقيقه يمكن انت اللي تكون وهم يمكن انا اللي اكون وهم ده شك بالنسبه لك ولا يقين مش مهم عشان لو كنت حقيقه هعيش معاك كاني حلم لو كنت حلم هتماهى معاك كأنه واقع كده انت اللي تايه مش عايز تسمع ولا عايز تشوف ولا عايز تعرف اي حاجة انا اللي رسمت الطريق انا اللي عارفه واقدر عليه لكن انتوا فريسة سهلة سهلة فهمني ده بالنسبة للشيطان ها؟ مش عايز تسمع ليه؟ مش عايز تفهم ليه؟ بس قول لي قول لي أنا اللي عارف الحدوتة أنا اللي كاتبها بالراحة اسمع أنا أصل الحكاية اسمع هترجع يا شيخنا؟ طبعا هترجع هو في زي حازم رجل وسيم وناجح والأهم مثقف طب سحر بنتي بقى متستعجليش على رزقك يا ست رقية وتعالي بره بقى عشان نقابل الإخوة والصحاب احنا النهاردة عاملين مقرأة وعشا فاخر يستاهل بقكم طيب الحساب بقى المرة دي حساب ايه يا ست رقية؟ انت كده بتشتميني انا هنا لخدمة الله وبس ايوه يا حبيبي لا الحمد لله انا بقيت احسن بكتير الحمد لله بقول لك ايه انا جايه لك دلوقتي ما تنامش انام انا نمال ده انا قتيلك النهارده الدرجه دي وحشاك ده انا هموت عليكي لو كده يبقى انا جايبه لك مفاجاه هتعجبك قوي
يا حبيبتي هو في مفاجأة تانية غير ان انا اشوفك؟ يا سلام، يعني دايما كلامك حلو. مش احلى منك. يلا انا جاية لك حالا، هسوق طيران. لا لا يا صاحر، لو سمحتي سوقي بالراحة. ماشي ما تخافش. يلا باي. سحر حرام عليك، انت عارفه اني كنت هاجي لك البيت. والنبي ما تعمل كده، استنى بس لغايه ما انا اعرف اقول له. طب ما اقول لهم انا. حماتي لو سمحتي جوزيني مراتي. ايوه كده بالظبط، عشان تقول لك ثواني بس اذبحها لك واديها لك في كيس محترم كده. احلى كيس. كاش قوي. هي دي المفاجأة؟ أيوة. إيه؟ إيه يا خالد، في إيه؟ مالك؟ إزاي يا سحر؟ وليه؟ إزاي إيه؟ مش فاهمة حاجة. دي لوحدي. أنا مش عارفة أنا عملت كده إزاي. أنا آسفة. آسفة على إيه؟ أنا مش مصدق إني عرفت أثر فيكي للدرجة دي. أيوة بس أنا ما كانش قصدي أقلدك. ما هو الغريبة إن ده مش تقليد. يعني إيه مش فاهمة؟ يعني في اختلاف في الفرشة مع ان التكوين شبه واحد، زي ما كده بالظبط تجيب اتنين يرسموا الموناليزا، الاتنين هيلتزموا بالتكوين بس في الاخر الايد مختلفة. ايوه بس برضو ده تقليد. التقليد انك ترسمي اللوحة والتانية قدامك. انت بس شفتي اللوحة دي عندي كذا مرة فتأثرتي بيها. تقدري تقولي كده ان الوحي اللي جالي هو هو الوحي اللي جالك. يعني احنا كده رسمي بقينا واحد. خايفة أوي يا خالد. خايفة من إيه؟ معرفش، وده اللي مخوفني أكتر. مادام إنتي خايفة يبقى أنا مقصر، وحقك عليا. ما في حاجة غريبة. أنا واخد بالي. يعني أنا كده خلاص؟ رجعت على الرسم؟ مش بقولك إحنا الاتنين بقينا واحد. اللوحة دي خدت مني شهور ومش عارف أكملها. طالما أنت وصلت للنتيجة دي وفي ليلة واحدة يبقى أنت هتعرفي تخلصيها أسرع مني. وأنا هساعدك. يا سلام. سلام إيه أنت مش شايفة؟ أنا كل يوم بكتشف فيكي حاجة أحلى من اليوم اللي قبله. لازم الناس كلها تشوفه. تيجي نرسم دلوقتي؟ دلوقتي بس مش هنا.
هنفضل هنا لامتى يا سليمان؟ لما الست تؤمر. انا عمري اتسرق وانت لسه قاعد زي ما انت. انا مش مخير بس هانت يا اطياف. انا شفت القمر، شفت القمر. استنينا كتير 40 ورا 40 ولسه ما حدش منهم رجع. هيرجعوا، هيرجعوا التنين، هيرجعوا التنين. هتمشي الميه دي على جسمك كله بس مش في الحمام. أنا مش فاهمة مالي يا خالد. مش أنا اللي اشتريت اللوحة ولا الألوان. مش مهم يا صاحبي، المهم إن هما جم في وقتهم وإحنا كده كده جايين نرسم. أيوة بس أنا مش فاكرة عملت ده إمتى. ده حتى الريسيت عليه رقم الفيزا بتاعتي. مش فاهمة حاجة، هتجنن. أنا مش فاهم مالك. انت احساسك هو اللي بيحرك، زي بالظبط ما رسمتي اللوحه اللي عندي دي. انت جواكي طاقه كبيره محبوسه يا سحر، وهنا مكانها، هنا بس تقدري تطلعيها من غير تزييف ومن غير تجميل. هنا الحقيقه. امسكي فرشتك وارسمي كل اللي جواكي، ارسمي لحد اخر يوم في عمرك. حرام، حرام تبقى الموهبة دي جواكي وتموت. على فكرة الفطار ده أنا بحضره بنفسي. قلت يمكن ترضي عني. تسلم إيدك. الله يسلمك يا حبيبي. بس انت وشك منور النهارده. خير؟ ما هو يمكن عشان رجعتي. بس انا لسه ما رجعتش. انت اسرع واحد يصدق. ما هو الصراحه يا شيخنا انا مش عارف اقول لك ايه. يوم ما كنت عندك ومن ساعه ما لبست الحجاب رجعت على البيت لقيت مراتي رجعت، والنهارده الصبح استخدمت الميه ومسحت بيها زي ما حضرتك قلت لي، لقيتها بتقول لي اني وشي منور. بقالها كتير قوي ما بتكلمنيش بالطريقه دي. قلت لازم اجيلك، لازم افضفض معاك. بص يا ابني، اولا ما اسموش حجاب، ده كلام ربنا ومفيش اغلى من كلام ربنا. ثانيا كويس قوي ان انت جيت لوحدك النهارده، لان كان باين عليك امبارح ان لسانك متلجم. معاك حق يا شيخنا. قولي بقى، تحبها؟ قصدك مراتي؟ اللي واخداك من مراتك. انت شايف ان ده حب؟
شيخنا انا مش عارف اقول لك ايه. كل اللي اقدر اقوله لك اني ببقى مبسوط قوي انا مع ندى. يمكن تقدر تقول عليها نزوه بس ما اعتقدش. اصلي ما حبيتش واحده اصغر مني كتير. بالعكس انت بنت مثقفه ومتعلمه من عيله كويسه جدا. حتى وضعهم المالي هايل. يعني ما تقدرش تقول عليها انها السكرتيره اللي طمعانه في صاحب الشركه. ده مش وارد. طب انت حاسسها بتحبك؟ انا حاسسها انها بتقدرني. طب ياسمين مراتك؟ ياسمين دي حب حياتي. حبيتها من أول لحظة شفتها فيها وفضلت وراها لغاية ما جبتها واتجوزتها. بس مع الوقت اتغيرت. مع السنين بقيت حاسس إني متجوز حد معرفوش. بقيت حاسس إني لوحدي. ياسمين ما بقتش زي الأول. بقيت حاسس إني مفيش حد بيسأل عليا ولا حاسس بيا. مع ذلك ببقى حاسس بالأمان قوي وهي موجودة في البيت. بتبقى العفاريت الزرع عمالة تتنطط في وشي وهي مش موجودة. هي الأمان. هي اللي بتفضل محسساني بالأمان. يمكن عشان كده يا شيخنا ربنا سمح لنا ان انا اتجوز اكتر من واحده. انت كده جاي بتدور على الرخصه بس من غير ما تفهم. طب انا عايز اسالك سؤال. انا لو اديتك الرخصه دي هتقدمها لمين؟ لياسمين مراتك؟ ما اقدرش اقول لك اني بحب حازم ولا لا. اصل مش دي التربيه اللي اهلي ربوني عليها. انت اهلك ربوك على ايه؟ على الحقوق. انا ابويا راجل حقوق وتربيت على ان كل واحد ليه حق لازم ياخده. حازم بيدفع اللي عليه مقابل ليه عليا حقوق اللي انا عمري ما قصرت فيها على فكره. وكانت الدنيا دايما ماشيه مظبوط لغاية ما جرحني. بس انت لسه مش متأكدة من حاجة يا ياسمين. لا متأكدة. متأكدة اني مش كفاية. بشوفها كل يوم في نظرات عيني ليا. في نظرات الستات ليا. هستنى ايه؟ هستنى لغاية ما يرميني في الشارع؟ لا. مش ياسمين صالح هي اللي تترمي في الشارع. بس ده مش حب يا ياسمين. دي أنانية. حب تضحية. حب ما فيهوش كرامة. بس أنا ما عنديش أغلى من كرامتي يا سيد. حازم أنت عارف المشكلة فين؟ المشكلة إن أنت نفسك مش عارف أنت عايز إيه. انت راجل ناجح وذكي. انت عارف انت لو عرفت انت عايز ايه هتعرف توصل. غير كده هتكون زي العربيه الغاليه بس تايهه في الطريق. ايوه ايوه انا فعلا تايه. انا تايه قوي. ممكن تساعدني؟ ارجوك ساعدني. وانا مستعد ادفع اي حاجه. الحقيقه الواحد ممكن يدفع اي فلوس علشان يفضفض. وانا فعلا حاسه اني استريحت بعد ما اتكلمت معاك.
احنا ياسمين ما بندفعش فلوس عشان نتكلم، احنا بندفع عشان نتسمع، ودي موهبة مش موجودة عند اي حد، مش اي حد يعرف يسمع ويفهم ويهضم. الصراحة يا ثابت انت بتصعب عليا قوي، انت فعلا بتستحمل كتير خالص يا ياسمين. ده شغلي، وزي ما انت بتقولي احنا ممكن ندفع اي حاجة في الدنيا عشان نتسمع، مش كده برضو ولا ايه؟ محتاج اقابلهم هما الاثنين. ايوه بس انا هجيبهم لحضرتك ازاي دول؟ ما تقلقش هما هيجوا لوحدهم بامر الله ان شاء الله، ولغايه ما ده يحصل دي صوره البقره كامله مكتوبه بخط الايد، واحد من الصالحين كتبها بنفسه في شهور بالخط الصغير ده. مش خساره فيك، انت ابن حلال وتستاهل كل خير. شكراً شيخنا، معلش هستأذن حضرتك بحاجة. ده مبلغ صغير وأنا عارف إن حضرتك ما بتقبلش فلوس، لو تقدر توصله للراجل الطيب اللي كتب الصورة أكيد يعني مش هيشتغل كده. بس يطلع منك لله. أكيد أكيد يا شيخنا. حطها يا ابني في الصندوق ده. ربنا يتقبل مننا يا رب. التجارة الرابحة مع الله تكون في طاعته وتقواه. ونعم بالله. شوف بقى، لغاية ما نتقابل تاني أنا عايزك تفضل منتظم على الحموم بمية القرآن بتاعتنا. أكيد يا شيخنا، بس لغاية امتى؟ مش كتير، نهاية الجمعة اللي جاية، بس أنا عايزك كل يوم تيجي تتبارك عندنا إن شاء الله. وهتشوف السبت زي النهاردة هيكون ربنا فتح لك أبواب كتيرة بإذن الله يا رب. طب أنا هستأذن بقى. شكرا. ايه شكلي متبهدل قوي؟ ها انت بقيتي جميله قوي. على اساس ان انا ما كنتش جميله قبل كده؟ بالعكس، بس كل شويه بكتشف فيكي شخصيه جديده. بحس معاكي احساس ما حسيتوش من سنين. خلي بالك اصل انا مجنونه وممكن اجننك معايا. وعلى فكره دي احلى حاجه. يعني مش متلخبط؟ كنت متلخبط لو انا مش قادر استوعبها. سحر انت مخلوقه علشاني، انا قادر استوعب كل حاجه فيك. أنا محظوظة قوي. لا، لو في حد محظوظ يبقى أكيد هو أنا. الوضع بيقول إن خسارتكوا كبيرة قوي. سحر رحتي فين؟ إيه اللي جابك؟ ميعادك مش النهاردة. كل أجل كتاب، أجل كتاب، والكل وعد معاد. فيها صح.
عشتش يا دكتور، دايما كنت لوحدي، حتى الأطفال اللي كانوا في سني كانوا بيخافوا يلعبوا معايا. ما أنا كنت ساكن في بيت العفاريت زي ما كانوا بيقولوا، سمعة العزبة كانت كده كتر اللي هي كانت بتعمله وهي عايشة حتى وهي ميتة. انت لسه بتشوفها أكتر من الأول يا دكتور، يمكن وهي عايشة كانت مشغولة عندي، بس دلوقتي ملهاش غيري. طب والدواء؟ الدواء ما يقدرش يمنعها يا دكتور، أنا مش مجنون، أنا مثقف. أنا لو كنت مجنون ما كنتش جيت لك عشان اتعالج. على فكرة أنا صدقتك وقلت إن الدواء ممكن يمنعها عني، وإن اللي عندي ده يطلع مجرد أوهام. أنا كان حقيقي نفسي أطلع إدمان عليها، بس هي لسه موجودة، ما مشيتش. بس أنا جيت يا مالك وما شفتش حاجة. يمكن ناسي. تعرف انت لو جيت مديت على الشازلونج هنا مكاني يمكن تفتكر. هي ما تتنسيش، حتى اسأل طريقتك. عمرك شفت حد يرمي نفسه من سلم عمارة قبل كده؟ سحر، سحر انت بتعملي ايه ارجوكي؟ سابر، وانت بتكلم مين؟ مش قلت لك هتندم؟ شكلك غفلت، يبقى أكيد شفتها. كنت متأكد إنك هتيجي هنا يا ندى. حازم حكالك عني ولا إيه؟ حكالي آه، بس ما عرفش إنك جاية. دي إحنا اللي عرفناها. أنتوا مين؟ جرى إيه يا ندى؟ هو مين فينا المفروض يسأل؟ حازم كان جاي لك ليه؟ عايزك تصالحه على مراته مش كده؟ مش مهم هو عاوز ايه، المهم انت عايزه ايه. انا مش وحشه على فكره، انا بحب حزن بجد. بس ده متجوز حظ كده، كل اللي حبيتهم او حبوني كنت اختيارهم التاني. مش عارفة كنت فين وهما بيختاروا في الأول. كل اللي فاكراه هو طموحي، حلم كذاب جريت وراه وأنا بحقق أحلامي. ده غير إني شفت أبويا وهو بيعمل أمي، سابها تربيني لوحدي من وأنا صغيرة. أكيد يعني ما كنتش هغلط غلطتها تاني. وعلاقة ده بحازم يا ندى؟ حازم ده أجمل راجل عرفته في حياتي، إنسان محترم بجد،
مش زي اي راجل تاني ولا زي ابويا. عمره ما قصر مع مراته. انت متخيل ان يوم ما اتجوزها لحد دلوقتي عمره ما خانها ولا مره؟ مع ان بجد الست دي تستاهل تتخان 100 مره. ده رايك انت. لا ده مش رايي، ده العدل على فكره. دي واحده ما بتقدرش اي حاجه، ولا مقدره حنيته ولا تعبه ولا اي حاجه. تخيل ان هي من يوم ما اتجوزته لحد دلوقتي ما قالتلوش ولا كلمه حلوه. حازم اول مره يسمع كلام حلو كان مني انا. اول ما قابلته كان زي العطشان، نفسه يسمع اي كلمه حلوه، اي طبطبه. طلباته بسيطه جدا. حازم تقريبا ملوش طلبات، مع انه بيدفع فاتوره كبيره قوي كل يوم. ويا ترى انت ناويه تدفعي اكتر؟ سهير. مساء النور. العشاء على السفرة. طب وانت مش ناوية تتعشي معايا؟ لا انا سبقت. ياسمين، وانت ناوية تفضلي بيتها في الأوضة التانية؟ أيوة يا حاج، ومن فضلك سيبني براحتي. على فكرة أنا ما قلتش حاجة، بس بعد إذنك ارجعي النهاردة على أوضتك وأنا هاخد حاجتي وأبات في الأوضة التانية. ماشي؟ ما تخافيش يا ندى يا بنتي، أنا صدقتك، وطالما أنا صدقتك يبقى تقدري تعتبري إن حازم كمان صدقك. وأنا هعمل كل اللي طلبته مني بالحرف الواحد. قدمي المشيئة بس. إن شاء الله يا رب. هات يا ابني ده بقى مسك من عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. ألف سلامة يا غالية يا بنت الغاليين. أنا هاجي لك بكرة يا شيخنا، بس عشان خاطري زي ما اتفقنا. أكيد، ما هو لكل وعد ميعاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زي ما قلنا في شيء مشترك بين الموروثات الشعبية لكل الدول وكل البلاد، وهو مسألة العفاريت والجن والسحرة. زي ما بنشوف في أوروبا مثلا دراكولا وفرانكشتين، وعندنا بنقرأ في ألف ليلة وليلة، فعندهم هناك في ترينيداد في الكاريبي وجزيرة توباجو أكبر مركز للعفاريت، لأن هناك كل حيوان ينظر إليه على إنه عفريت متجسد أو روح شريرة أو ساحرة متجسدة. موضوع السحر يا إخواني كل حيوان ينظر إليه على إنه عفريت متجسد أو روح شريرة أو ساحرة متجسدة. موضوع السحر يا إخواني القرآن بيقول إنه حقيقة، لكن ربنا بيقول في القرآن كلمة صريحة جدا عن السحرة، بيقول وما هم
اقول يوم الحقيقة، لكن ربنا بيقول في القرآن كلمة صريحة جدا عن السحرة، بيقول وما هم اللي هم السحرة وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله. خلصت اللوحة دي امتى؟ امتى ايه؟ انت ما نمتيش ساعتين على بعض، انت قعدتي طول الليل ترسمي فيها. هي صحيح يعني ما خلصتش خالص بس هانت. ايوه بس برضو انا مش فاكرة حاجة. مش مهم، المهم ان انا فاكر. انا تعبانة قوي. ده طبيعي، قلة النوم تعمل أكتر من كده. بقولك إيه؟ تيجي نقعد يوم كمان؟ ماشي، هقوم أغير هدومي وأجي أفكرك بكل حاجة. الو، تاخرت ليه يا باشمهندس؟ انا قلت لك هاجي لما اقدر. انا عارف ومقدر مشاغلك، بس يا ريت توعديني انك تيجي بعد المعرض على طول. معرض؟ معرض ايه؟ معرض الرسم اللي بتعمليه. هو انت بتتصنت عليا ولا ايه؟ واتصنت عليكي ليه؟ ما حضرتك اللي قايله لي. انا قايله لك؟ ايوه يا فندم. أنا بس بأكد على حضرتك علشان خاطر مواعيدك، ويا ريت بتبلغينا بمكان المعرض لأننا بنحب لوحاتك جدا. ما تخافش يا مالك، الهانم الكبيرة راجعة قريب. وانتوا مستعجلين على إيه؟ ويا عمرها سابته؟ اللي اتكتب لازم يتنفذ، واللي اتفتح لازم يتقفل. محدش فينا هيرتاح، لازم هم يرتاحوا الأول. ولا عمرنا شفنا ولا هنشوف الراحة في بيوتهم يا سليمان. ده دورنا يا أطياف، احنا في البيت ده مش مخيرين، احنا كلنا هنا مجبرين، كلنا مجبرين. فرحني يا شيخنا، قولي ايه الحاجة المهمة اللي انت شفتها كده خليتك تكلمني على الصبح؟ خير يا ابني، كل الخير. معلش انا يمكن متحمس حبتين. أنا شفت ندى. ندى؟ وحضرتك شفتها إزاي؟ شفتها فين؟ شفتها هنا؟ زي ما بقولك كده، شفتها في المنام. هو حضرتك عرفتها إزاي؟ هو أنا يا ابني هجهلها؟ طب القمرة مش هي بيضة وشعرها بني وكمان عينيها خضرة؟ أيوة أيوة، سبحان الله، هي دي ندى. معلش اعذرني، بس هي كل الحاجات عماله تحصل بسرعه جدا وانا مش متعود. وايه يعني يا ابني؟ ده النبي ابراهيم نفسه سأل ربنا، وربنا سبحانه وتعالى قال له: ألم تؤمن بعد؟ ف
فجاوبه ليطمئن قلب. وانا مطمن يا شيخنا. عال، يبقى تسمع الرؤية بقى عشان تعتبر. أنا آسفة. ما حصلش حاجة. لا، عارفة إن أنت زعلان وأنا مش عايزك تزعل مني. قلتلك ما حصلش حاجة. خلوه دو. خلاص ما تقفريش. هتسيب الرسم بقى وخليك معايا. لا، أنا كده كده معاكي من غير ما أسيب الرسم. طب أنا عندي ليك مفاجأة. المفاجأة أحسن مني يعني؟ اخلصي بقى. احنا هنرجع الحسبة. ايوه دي رؤية فعلا. معلش، طب يا شيخنا تفتكر ان ندى ممكن تقبل؟ احنا بنعمل اللي علينا يا ابني وبناخد بالاسباب، واللي ربنا رايده هيكون ان شاء الله. طب معلش، هو انا كده مش هبقى غلطان؟ ربنا عنده حلال وحرام، مش صح وغلط يا حازم. ونعم بالله ونعم بالله ونعم بالله. استاذن. في امان الله يا ابني. تعالي يا عروسة. أنا مش فاهم إيه المفاجأة في كده. أنا افتكرتك هتفرح. أفرح؟ أفرح ليه؟ ده مكان كئيب وريحته كلها موت. أنت بتقول كده يا خالد؟ سحر، هي كلمة واحدة. احنا مش هنروح هناك ابدا. انا مش فاهم الحقيقة. انت واخد جرعات تهدي جمل. ايه؟ ايه؟ انا هادي. قلتلك انا اللي حدد الدواء يشتغل امتى وامتى لا. مش ده المهم. قولي شفتها ولا لا؟ هي مين الحقيقة؟ وانت بقى شفت الحقيقة؟ طبعا، ما انا اللي كتب. طب ما تقولها لي. ما ينفعش، لازم تشوفها بنفسك. هو انت امتى هتعترف لنفسك انك عيان؟ وليه ما تكونش موهبة؟ موهبة ازاي بقى؟ ربنا خلق كل واحد مختلف عن التاني. يعني عايز اسألك سؤال. لو واحد صوته حلو وبيغني هتمنعه من الغنى؟ همنعه ليه؟ طب اشمعنى عايز تمنعني وتقتل موهبتي بالأدوية اللي باخدها؟ ليه؟ الدواء بيمنع الأوهام. الأوهام مش موهبة. لا، موهبة موهبة يا دكتور. مش معنى أنك مش شايف حاجات أنا شايفها تبقى دي مش موهبة. مش معنى أنه اتفتحت لي أبواب لسه مش مفتوحة لك يعني أنا مريض. لا 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 لا. وتفتكر أنت مش مفتوحة لي ليه؟
عشان مش عايز تسمع ولا تصدق ولا عايز تشوف الحقيقة. شوفها، جرب جرب شوفها. دواك اللي بيأتي للموهبة ابتدى يشتغل. عايز أنام يا دكتور. لما تشوفه تصحى وصحيني معاك يا دكتور. عايز أمشي. محمود انت زعلان كده ليه؟ وما بقاش زعلان كده ليه؟ سحر انا عايش معاكي زي الحراميه، بحاول اسرق الوقت الحلو. لما بتجيلي وانت زعلانه ولا مهمومه بيبقى كل همي ازاي اخليكي مبسوطه. انا عايش عشانك. بس انا تعبت، تعبت ومحتاج انك تحسي بيا شويه. محتاج أحس إني بني آدم. وأنا عارفة ومقدرة والله، وعشان كده أنا موافقة. على إيه؟ موافقة إن إحنا نعمل المعرض، وهساعدك تعمل كل اللوحات بتاعتك. والعزبة؟ ما خلاص، إحنا مش رايحين العزبة. دنيا دي غريبة جداً، بتدي كل واحد مننا حاجة في الوقت اللي تختاره، وبرضه بترجع تاخد اللي هي عايزاه في الوقت اللي هي برضه بتختاره. مش هنخليها تاخد منا حاجة. يعني عمرك ما هتبعد عني؟ أصلي ما بقاش عندي استعداد أخسرك ولا حتى بالموت. أصلهم دايما كانوا بيقولوا عليا ابن موت. هتهرب وتروح على فين؟ ده مفيش منها مفر. شوية حرارة وهتنزل وهتبقى كويس. هو ايه اللي حصل؟ طلعت ما بتعرفش تعوم.
طيب انا اروح اعمل لك حاجه تاكلها عشان الدواء. ماشي. شد حيلك يا دكتور، هي كده المصايب بتيجي ورا بعضها. انا جيت لك النهارده علشان اقول لك اني ما بقتش محتاج الدواء بتاعك، بتهيألي انت اللي ممكن تبقى محتاجه. صحيح، هي بتسلم عليك قوي وبتقول لك انها قريب جدا هتيجي وهتاخد مراتك، قصدي طليقتك. انت بتقول ايه يا مجنون انت؟ انت بتقول ايه؟ بالظبط، مجنون. هو انت بقى بتعمل عقلك بعقل المجانين بتوعك؟ عموما قريب قوي الهانم هتشرف العزبه وهيبقى بيتها ومطرحها، وبقى خلي الدواء بتاعك بقى ده ينفع. ثابت طليقي ورانا من بدري. طب استني هنزل معاكي. لا لا خليك انت عيان. انت بتراقبني بقى. انا مش براقبك ولا حاجه يا ستي، انت بس نسيتي ان احنا ساكنين جنب بعض. تاني وتالت يا صحر. صحر انا بحبك وانت عهدتي، انت فاهمه ده ولا لا؟ مش بالعافيه على فكره. مش بالعافيه عشان انا بحبك وانا صبور قوي وصبري ده ملوش حدود. راحتك، خليك كده متعلق. وانا كده في جوزي مستنيني، عايز اعرفك عليه ولا بلاش؟ ما يمكن تزعل ولا حاجة. ده اللي في دماغك بقى سحر وبتدوري عليه؟ ما يخصكش أنا بدور على إيه. ويا ريت بقى ما تقولش لماما عشان أنا كده هقول لها. نكمل بقى المضاد الحيوي وهنبقى زي الفل. أنا موافق نروح العزبة. وش معنى يعني التغيير ده؟ ما بحبش أشوفك متضايقة. بس أنا يا حبيبي عمري ما ببقى متضايقة وأنا معاك. وبعدين خلينا في موضوع المعرض اللي أنت عايز تعمله ده. اللي تشوفيه. ايه على ندى؟ معلش يا حبيبي، ثانية واحدة ارد عليها وارجع لك. ايه يا ندى، كلمتيني 100 مرة. كويس انك عارفة. هو انت بتكلميني كده ليه؟ يعني أنا إيه مش من حقي ياخد يومين أجازة بس؟ أنا حاسة بجد إني بكلم واحدة تانية معرفهاش. فيكي إيه يا صحر؟
خايفة من إيه؟ تعالي لي البيت يا ندى، أنا مروحة كمان شوية. كفاية بقى كفاية. إيه يا حبيبي مالك؟ أنت كويس؟ أنت بتكلم مين؟ في إيه مالك؟ مش أنا غالباً سخنت بس فبخرف شوية. لا يا حبيبي أنت كويس؟ مفيش حاجة الحمد لله. يلا متقلقش. طيب أنا هروح أجيب شوية حاجات، مفيش لبس خالص هنا ماشي؟ مفيش مشكلة. متزعلش. خالص يا حبيبتي مفيش مشكلة. طيب يلا همشي. استنى خالص. لا خليك. ماشي. حياة غريب مش عارفة أفهم. أنا حاسة إن أنا فقدت الذاكرة. لا بالعكس، أنا حاسة إن أنا فاكرة كل حاجة، بس الذكريات دي كأنها مش بتاعتي. حاسة إن أنا بقيت واحدة. عايشة جوايا بتحركني وبتوجهني وبتراجع حتى الكلام قبل ما أقوله. أيوة كأنها بتلقني الكلام، أنت فاهمة؟ في حاجة غريبة جوايا، حاسة إن أنا متكتفة. حاسة إن أنا بقيت ملكة. أنا بقيت بستطعم الأكل اللي هي بتحبه، بروح الأماكن اللي هي بتحبها، الأماكن اللي هي بتوحشها. هي موجودة في كل حتة، موجودة كتير في حياتي. جسمي ما بقاش ملكي خلاص، بقيت ماشية في دمي. أنت فاهمة؟ عارفاني، فهماني كويس قوي. وانا بعرف اهش ولا عارفه افهمها ولا اظن. انا عايزاها بس تسمعني، تسمعني قبل ما صوتي يروح. هتكلمي يا زهر، انا سامعاكي. قولي كل اللي جواكي، ما تسكتيش. وانتي بتعملي ايه هنا؟
وانا ايه اللي ممكن افهمه من اللي انت قلته ده؟ هو انت ليه كل حاجه بتحسبها بعقلك بس؟ يمكن عشان دكتور، او يمكن اصلا عشان بني ادم ربنا ميزه بالعقل. غلط. هو ايه ده اللي غلط؟ ربنا ميز البني ادم عن الحيوان بالخيال. علمونا ان الفنان زي العالم، الاتنين خيالهم واسع. يعني مفيش حاجه اسمها عالم ذكي، الاصح عالم خياله واسع يبقى فنان، وبالتبعيه عالم. طيب ما الخيال هو العقل؟ لا، الخيال هو اللي ما بنستخدمهوش من العقل. تخيل مخك اللي انت شغال باقل من 5% من قدرته، لو قدرت تتحكم فيه كله ساعتها بس هتعرف ان مفيش حدود للبني ادم ممكن يعمله. شوف بقى انت الروح ممكن تعمل ايه. مرتبك وبتاخديه، واي حاجه هتعوزيها هتاخديها كمان. ايه عايزه ايه تاني؟ انت بتتكلمي معايا كده ليه يا سحر؟ سحر 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 سحر. ايه وانتوا ما عندكوش غير الاسم ده؟ اسم ممل قوي على فكره، مش حلو كده، ما بيعجبنيش. هو انت بتعملي كده ليه؟ مالك؟ انت كويسه؟ لو سمحت ما تخوفينيش. وتخافي ليه؟ هو انت عندك حاجه يتخاف عليها اصلا؟ انت ضيعتي عمرك عشانها، قصدي عشاني، بس احنا الاثنين ما نستاهلش. روحي انت بقى امسكي الشركه بتاعتها وضيعي الباقي من عمرك، عشان انا وهي دلوقتي مشغولين. ايه ده، هو انا ما قلتلكيش؟ اصل احنا الاثنين دلوقتي عندنا معرض لوحات فنيه، ما انا خليتها ترجع ترسم. بس كلام في سرك؟ انا اللي برسم مش هي. ايه ده، هو انا بتكلم بصوت واطي ليه؟ ما هي كده كده مش هتسمع، وحتى لو سمعت مش هتعرف تعمل حاجه. حقيقي مستمتعة. اللي انت بتعمليه ده، انت اتجننتي؟ ما تخافيش عليها، خافي على نفسك، انفدي بجلدك قبل ما الباقي من عمرك يضيع. لا ده انت اكيد اتجننتي. أنا مش بس هسيب لك الشغل ده، أنا هسيب لك الدنيا كلها. أنا تطرديني من بيتك يا سحر، وتسيبيني بدل اليوم اثنين وثلاثة من غير ما ترفعي عليا سماعات التليفون؟ وليه لازم أنا اللي اتصل؟ لأن دي الأصول. شايف أختك الصغيرة بتكلمني إزاي؟ ما تقول حاجة يا حازم، قول حاجة. معلش بقى، أصل حازم مشغول اليومين دول، عنده سفرية آخر الأسبوع. سفرية؟ هو أنا خلاص بقيت آخر من يعلم؟ إيه؟ ما تتكلم وترد عليا يا حازم. آسف يا أمي، معلش، شغل. ده أنا حتى ما حجزتش لسه، بس الظاهر بنتك مرفوع عنها الحجاب. بالظبط كده، وتقدر تعتبر إن أنا الكبيرة من هنا ورايح. الكبيرة؟ إيه المسخرة اللي أنت فيها دي؟ هو أنت محدش هيعرف يلمك ولا إيه؟ وعايزين تلموني ليه بقى؟ أنا مش فاهمة ليه كل المشاكل اللي انتوا بتعملوها دي؟ مش انتي زعلانة؟ ما أنا جيت أهو، خلاص بقى. هو إيه اللي خلاص بقى؟ خلاص ما تزعليش. لا 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 لا، انتي بقى انتي مش طبيعية، انتي لا يمكن تكوني بنتي. أنا بقيت أحسن دلوقتي،
بقيت احسن بكتير من بنتك بتاعت زمان. انا مش فاهمه ايه اللي كان عاجبكوا فيها. ضعف؟ خدوه. سحر دي مش هترجع تاني، خلاص مش هترجع. يا سحر، محدش قال حاجه، بالعكس احنا بس قلقانين عليكي، عايزين مصلحتك مش اكتر من كده. يبقى ما تغصبونيش على حاجه، واعتقد كل حد فينا حر يختار شريك حياته، ولا ايه يا حازم؟ طبعا طبعا. بص يا سحر، انت لو مش عايزه ترجعي له ما ترجعيلوش، وانا جنبك ومحدش يقدر يغصبك على كده. اسكت اسكت خالص. يا امي يا امي، سحر كبرت ومن حقها تاخد القرار اللي هي عايزاه، وهي فاهمه كويس جدا ان احنا خايفين على مصلحتها اكتر من اي حد. برافو برافو يا حازم. أنا كده بقيت في مستشفى مجانين رسمي. يا ريتني مت، يا ريتني مت قبل ما أشوف خيبتكم أنتوا الاتنين. على الأقل كنت ارتحت. لا هو إيه اللي بقى؟ صدقيني الموت مش راحة. منورة يا جميلة هاني. نورك استاذ يوسف، انا قلت اجي اراجع على كل حاجه قبل المعرض. يا فندم براحه راحتك. وعلى فكره جوز سيادتك كان موجود من شويه واطمن على كل حاجه بنفسه. بصراحه انا سعيد جدا بيكم، اصل قليل جدا لما تلاقي فنان يقدر يشارك غيره في نفس اللوحه. دي حقيقه. طيب دي لوحة لسيادتك شخصيا؟ لا هي ما كانتش ليا في البداية، دي فرشة جوزي فقررنا ان احنا نرسمها مع بعض. بصراحة مش هكذب عليكي، انا ورثت المعرض ده كله عن والدي الله يرحمه، وخبرتي لسه مش كبيرة، بس صدقيني اللوحة دي بالذات انا مش هقدر انساها ابدا، ولا هقدر انسى العسل الصغير ده. هو اسمه ايه؟ ده مالك. خططيني. حرام عليكي حرام عليكي يا حاجة. مش عارفة حتى المحفظة بتاعتي حطيتها فين، معلش أنا آسفة يا حاجة. ارجعي البيت هتلاقيها. بسأل على الخبر ده حماتي. ياه ده كلام عدى عليه زمن كبير. ايوه بس كان لازم اعرفه. كان لازم تعرفه، بس اعتقد دلوقتي انه ملوش لازمه نتكلم في الموضوع ده من اساسه. بص يا حماتي، انا بحبك وبقدرك زي امي الله يرحمها، بس سحر بتروح مننا، لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نعرف نفهم. ارجوك يا امي ساعديني عشان نعرف نساعد سحر. استقالت ايه اللي انت عايزه تقدميها دي؟ مش ده كلامك ولا هتعملي فيها ملبوسه برضو؟ بص يا سحر، انا فاهمه ان اللي اسمه خالد ده بلفك خلاص،
وواضح كده انك هتخلصي كل فلوسك عليه. النهارده معرض، بكره خروجات، والله اعلم بعده في ايه. وطبعا مرتبي انا اللي هيبقى حامل عليكي. بس اللي لازم تفهمين ان انا اللي باخده ده اقل من نص حقي، وانتي بتاخدي كل حاجه على الجاهز. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ لو سمحت ما تقطعنيش، انتي اشتريتيني كتير قوي يا سحر، مره بفلوس ومره بوعود كارير ومره باحلام كدابه، يا ريتها حتى احلامك. بس هو انتي كده كل يوم بطريقه وكل شويه بحال. انا تعبت، تعبت منك يا سحر، تعبت. اوعى تكوني فاكره ان دي اول مره اكون عايزه امشي فيها. انا كنت همشي من سنه فاتت، بس وقفت جنبك عشان الظروف. يعني انا اقدر ظروفك وانتي ايه؟ ما خدتش كفايتك من الدنيا؟ عايزه ايه تاني؟ اعملي اللي انت عايزاه، بس حرام عليكي انا، حرام. بصي يا سحر، لو ليا معزه عندك ارجوكي ما تحاربنيش. لو تعرفي عني حاجه قد كده فنعرف عنك بلاوي، خلينا بعاد احسن، احسن ليا وليكي والخالد. على فكره يا سحر، انا صاحبه جدعه قوي وحبيتك قوي، بس انت ما تستاهليش. مره تانية الكلام اللي انا هقوله لك ده يا دكتور انت بالذات مش هتصدقه. جربيني. الموضوع ده حصل من زمان قوي. سحر يا حبيبتي كانت لسه صغيره لما اللي حصل حصل. ايوه، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ارجوك اتكلمي. نعمان جوزي الله يرحمه اتلبس. كفايه يا نهيمه، كفايه. ايه ما بتسعيش يا نهيمه؟ اسمعي اسمعي، كفايه بقى، كفايه طلبات كل شويه، عايزه عايزه عايزه، وانا خلاص يا نهيمه، خلاص يا نهيمه، انا تعبت، صوتك مجنن يا نهيمه، ابعدي يا نهيمه، نهيمه كفايه كفايه يا نهيمه، كفايه كفايه بقى، خلاص كفايه. نعمان اتكلم مين؟ حبيبي حبيبي اتكلم مين؟ ومين نعيمة دي بقى؟ جنية لبسته ساعتها وهو اتغير اتبدل. جنية اتغير ازاي يعني؟ قال لي انه اتجوزها عليا. الجنية؟ الجنية. انا في الاول ما كنتش مصدقة زيك كده، وجبت له بدل الشيخ 10. محدش من الشيوخ دي قدر على نعيمة. ليه؟ قويته، كان بيعرف أكتر وبيشوف أكتر وأكتر، كأنه مكشوف عنه الحجاب والقوة بتقاسي. يا دكتور عجباك الخيبة التقيلة اللي انت فيها دي؟ انت مين؟ تاني يا سحر، ده انت مملة قوي. انا جميلة وانت عارفة ده.
ايوه يا انت جايه منين؟ انا مش فاهمه حاجه. ايوه بقى هي دي الاسئله. انا جواكي يا حبيبتي وعايزه مني ايه؟ عايزاكي تبقي احسن اقوى بدل الخيبه اللي انت فيها دي. بس انا مش ضعيفه. كدابه. وانت عارفه كويس انك كدابه. انت كنتي محبوسه وانا جيت وفتحت لك القفص. قوتك مني، رسمك مني، حتى حبك مني. خلاص انا روحي فيكي معايا. قوتك ملهاش حدود. هتعرفي اللي محدش غيرك بيعرفه، هتشوفي اللي محدش غيرك بيشوفه. كله هيعمل لك حساب. والمعرض اعتبري يعرفوا المحبة. والتمن تجيلي المزرعة عشان بدل ما احنا اتنين نبقى حقيقي واحد. ساعتها مش هتخافي من حاجة. هبقى طول الوقت معاكي. هتبقي البني آدم اللي طول عمرك بتحلمي بيها. هتعملي كل اللي نفسك فيه. معايا اسمك هيتخلد. بس تجيلي بيتي. بيتي في المزرعة. اكتب عليكي لو قلتلك ان انا محبتكيش. واكدب عليكي اكتر لو قلتلك ان انا عايزه اكمل لوحدي. اصلا انا اتربيت لوحدي من بعد ما ابويا مات. ماما واخويا كانوا خافوا عليا كتير. كتر خوفهم عليا كنت حاسه ان انا عايشه في سجن. جه الوقت ان انا اهرب من السجن ده. جه الوقت ان الخوف ده يموت. معاكي المزرعة. قوته قعدت تزيد يوم عن يوم عن يوم لحد ما راح. تقصد انتحر؟ راح يا دكتور. راح ما بقاش نعمان خلاص. حبيبي كان بيعدي عليه كل يوم وهو تايه. نسي هو مين لحد ما زهق. وأول واحدة شافته يا حبيبتي صاحبي. على فكرة بقى كل اللي قلتيه ده اسمه تهريج. انا ازاي الكلام ده ما اعرفوش من زمان؟ ازاي ان انا الدكتور ثابت عقل الدكتور النفسي ما اعرفش صدمه كبيره زي دي عن مراتي؟ ازاي؟ سحر حاولت تقولك كتير. هي ما اختارتكش صدفه. حبيتك في الاول كدكتور نفسي بس يمكن بعد كده خافت تكسرك. وانت يا حماتي كنت مصدقه انه ملبوس مش كده؟ كل الشيوخ اكدولي ده. ما عشان كده راح يا امي. عشان كده راح. الحكايه كلها ان الراجل كان عيان بس. كل اللي كان محتاجه علاج وشويه ادويه مش اكتر من كده. الراجل ده ذنبه في رقبتكم. ذنبه في رقبتكم. انت هتعمل فيها دكتور عليا؟ انتوا كلكم كده ما بتصدقوش الا ما بتشوفوا. مفيش فايده. مفيش فايده. وعلى فكره لازم في حاجه تكون عارفاها كويس قوي. ان لو كنت عرفت من زمان كان في حاجات كتير قوي اتغيرت في حياتنا. وديك عرفت يا دكتور.
اديك عرفت. قول لي بقى، هتقدر تغير حاجه؟ والله انا متحمس جدا للمعرض المشترك بتاع سيادتك وجوز حضرتك. من زمان ما شفناش معارض مشتركه رغم ان قديم هنا زي ما حضرتك شايفه. وصراحة ما اعتقدش ان انت هتشوف منها كتير. حقيقي متشوق. طيب انا جيت عشان اشوف المواعيد المتاحة وجاهزة احجز دلوقتي. طيب مش عايزة تشوفي صالة العرض الاول؟ ما انا عارفة مفيش داعي. هو احنا ما تقابلناش قبل كده؟ يمكن بس من زمان، من زمان قوي. وقع يا عريس. مبارك. الله يكفيك. وقع يا عروسة. واخد عقلك. اصل اللوحه دي جميله قوي الصراحه. حقيقي حبيتها. ده يا مين اللوحه؟ بجعتك يا اخي، جاي لي لغايه هنا وبتسقف لي كمان وقدام جوزي؟ اهو زعله ماشي بقى. انا بسقف للفن اللي انت رسماه. انا وخالد رسمينه، مش انا لوحدي. انا وخالد، انا وخالد متشاركين في كل حاجه. انا وخالد عكسنا بالظبط. طب ما انت عارف اهو. مش يمكن ده كان سر نجاحنا يا سحر؟ احنا الاثنين بنكمل بعض. هو أنا وأنت كنا ناجحين أصلا؟ يمكن. طب أنت عايز إيه؟ بتعمل إيه هنا؟ أنا جاي يا ستي علشان أحجز اللوحة دي قبل ما المعرض يبدأ، يمكن ملحقهاش. لا لا، اللوحة دي بالذات مش للبيع. إشمعنى؟ اللوحة دي محجوزة؟ ما أنا جاي قبل ما المعرض يبدأ. محجوزة من قبل ما تترسم. هو ده اللي أنا كنت جاي علشان أسمعه.
انا كده بدات افهم. انت من النهارده محتاجاني اكتر من اي وقت قبل كده. القمر بقى سرحان في ايه؟ انا هقولك سرحان في ايه؟ انا مش قادر اصدق اننا اتجوزنا وانا وانتي في اوضه واحده. لا لو سمعت صدق، عشان احنا لسه مكملين العمر كله مع بعض. انا حاسس ان الدنيا بتكافئني بيكي على كل السنين اللي فاتت دي. الكلام الحلو ده انا كده هقع منك. انت عارفه اللي احلى من ده كله بقى؟ اللي احلى من ده كله بقى يا ستي اني ده حب بجد. انا محتاجك قوي في حياتي. ده انا اللي محتاجك اكتر ما انت محتاجني مليون مره. بس خايفه اصحى من الحلم ده على كابوس. انا عايز اعرف انت ليه بتقولي كده؟ عشان انا طول عمري فقريه وطول عمري مفيش اي فرحه ليا بتكمل. انا مش عايزك تخافي حبيبتي، مفيش اي حاجه ممكن تحصل في الدنيا دي تخلينا نخسر بعض، وانا هنا بطمنك ان لو كل الناس عرفت انا برضو هختارك انتي. بس انا مش عايزك تختار، انا اصلا مش عايزه احط نفسي في اختبار انا مش قده يا حازم. ومين قال لك انت مش قده؟ حبيبي صدقني انا مش عايزه من الدنيا دي غير حاجه واحده بس، حاجه واحده بس. ايه؟ الامان. اوعدك بالامان. أخبارك إيه يا حاج؟ قوليلي، جوزي عجبك؟ كنت متأكدة إن أنا هلاقيك هنا. إشمعنى؟ مش عارف، يمكن عشان كل ما بحتاج لك بلاقيك. ويا ترى دلوقتي انت محتاجاني ولا محتاجاه؟ هو انا بشوف حد تاني غيرك من ساعه ما اتجوزنا؟ ها؟ بس انت لسه بتحبي ثابت يا صاحبي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده احساسي اللي بيقول. احساسك غلط. متاكده؟ اوه طب انا عايز ارجع لعزب. وانا جاهزه ومعايا المفتاح نخلص المعرض ونطير على هناك. بس ايه التغيير المفاجئ ده؟ خايف اخسرك. يا عريس مش عايز تقول حاجه تدافع بيها عن نفسك؟ دي بقى اللي بنسميها عندنا المنطقه الرماديه، المنطقة اللي ما فيهاش لا صح ولا غلط. يعني أي اختيار هتختاره هيبقى غلط، والأغرب إن أي اتجاه هتمشيه ممكن برضه يبقى صح. عشان كده المنطق بيعطل والعقل بيتشل. هنا بقى بيجي دور القلب. مفيش حد ما استحقش فرصة تانية، بس لازم الفرصة تكون للي يستحق. ايه اللوحه اللي انا شفتها دي يا هانم؟ ايه عجبك؟ لا يا استاذ يوسف، اللوحه دي بالذات مش للبيع للاسف. عجباني؟ انا ما رضيتش اعمل لك فضيحه بره قدام الناس. فضيحه ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. في ايه؟ اللوحه دي مسروقه
أنا لازم أطلع على كل اللوح التانية، مش يمكن كمان يكونوا مسروقين؟ أنا مضطر أوقف المعرض ده فورا. نفسي أعرف هتوريني إزاي؟ هتتصرف إزاي؟ قولي هتتصرف إزاي؟ هو أنت مش عارفني؟ مش فاكرني؟ هو أنت فاكر إن أنا هسمح لك تسرق لي فرحتي؟ أهو ده حازم بتاعكم، رجل الأخلاق اللي ما بيغلطش، طلع خاين وبتاع نسوان ومش محترم زي ما انتوا شايفين. والحمد لله ابنه شافه بعينيه وما خافيا كان اعظم. ما كفايه فضايح بقى، في ايه يا بنتي؟ فضايح يا طن؟ هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ بقول لك ايه يا ياسمين؟ اخلصي وقولي انت عايزه ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابك هنا؟ ايه ايه؟ ثابت ده زي حازم ابني بالظبط. طب كويس انك موجود علشان تتاكد اني كنت صح من البدايه. انت عمرك ما كنت صح يا ياسمين. جرى ايه يا دكتور؟ انت بتطلع اسرار العيانين بتوعك بره؟ حصل ايه ميثاق شرف المهن؟ انا عمري ما اتكلمت على عيان عندي وانت عارفه ده كويس. وعلى فكره انا مش محتاج اقول اسرار. احنا كلنا هنا قاعدين وعارفين كويس قوي انك مستنيه اللحظه دي عشان تاخدي اللي انت عايزاه. فبطلي تمثيل بقى وقولي طلباتك مرة واحدة. ندى. عايز ايه يا حازم؟ ندى أرجوكي، أنا بحبك، أنا عايزك أنتي. بعد إيه؟ بعد ما خليت الست هانم تطردني قدام الناس كلها؟ رد عليا. فرقت أنا إيه عن أي واحدة شمال اتقفشت معاها؟ ما تقوليش كده، ما تقوليش كده. أنا بس اتخضيت، ما كنتش عارف أتكلم. اتخضيت؟ طب وأنا؟ أنا إيه؟ هو ده الأمان اللي أنت وعدتني بيه؟ ده أنت ما كملتش دقيقة قايل الجملة. طب كنت حتى سيبنا بلاها يوم. أنا آسف. أنا هعوضك، بوعدك هعوضك، أنا هطلقها خلاص. متأخر، متأخر قوي يا حازم. يا ندى، يا ندى يا شباب. ارجع لمراتك، ولو سمحت ما تورينيش وشك تاني. ندى عشان خاطري. رجعت له كل هانم ست العزبة. يا مرحب يا مرحب، نورتوا داركم.
الحمد لله يا رب. البي بتاعنا وشه منور. انت شايف كده؟ يلا ما انت اللي بتشوف يا سليمان. بالظبط زي اللوحة اللي كانت متعلقة هنا. انا هطلع اوضتي انام. هو احنا هنبيت بس انت مش بيتنا. حاسس اني تعبان شوية محتاج ارتاح. الشنطة يا ست هان هطلعها لك فوق؟ يا ريت، هبقى متشكرة قوي، ويا ريت تبلغي الأستاذ حنبات في أنهي أوضة. ما تخافيش هو عارف. أفندم؟ قصدي مالك بيه. هو موصلين على كل حاجة، وموضب لك أوضة الست الكبيرة. زي ما جيتي المرة اللي فاتت. الست الكبيرة؟ الست جميلة، ست القصر. ما أنا حكيت لك عنها لما جيتي أول مرة. ولا نسيتي؟ تانية سحر، أنا جميلة. جميلة؟ بس جميلة كانت أصغر. أيوة صح، كانت أصغر. أنا جمالي راح وعمري راح وأنا بستناه. اللي هو مين؟ خالد جوزي. جوزك؟ حبيتي؟ خالد جوزي أنا. أنت عايزة مني إيه؟ أنت اللي جيتي لي يا صح؟ هو أنت نسيتي ولا إيه؟ وفي كل مرة أنت اللي بتجيلي. لو سمحت بعد اذنك، هو في ايه؟ لا، هو صاحب المعرض مضروب. مين اللي ضربه؟ بيقول واحدة اسمها جميلة. بعد اذنك. جميلة سحر. اضغط رقم 1.
مش انا يا سحر اللي روحي فيكي، بالعكس انت اللي روحك فيا. انا كنت استسلمت وانت اللي جيتي ودورتي وسمعتي قصتي انا وخالد، فخرتي وهربتي فيها من همك. صح استكترتي عليا خالد؟ طب بلاش خالد، ثابت نسيتي؟ انا مش فاهمه ليه كل البشر ما بيشوفوش اللي في ايديهم. ليه خانت؟ عشان هو ابن موت. الموت مش راحة يا سحر. الموت بيختار الناس الغلط. ما تهربيش من الحقيقة يا سحر. البدر طالع والليلة هي الميعاد. أبشري 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 أبشري. حتى ما ودعتنيش، مشيت فجأة وسبتني لوحدي بعد ما عيشتني أحلى أيام حياتي. أنا لو كنت متأكدة إن الموت هيجمعنا ما كنتش اترددت ولا لحظة. مين اللي زيكم بيموت؟ اللي زينا بيعيش. ليه بنحاول كل يوم نوصل لكم؟ كل يوم نكلمكم نحس بيكم وتحسوا بينا ليه؟ رد عليا. صدقيني ما كانش في حاجة في ايدي. بس وانا عايش كان لازم أعيشك الحياة اللي انت تستاهلي تعيشها. كان لازم نرسم ونسافر. ما اللي زيك لازم يتخطف له فرحة كل لحظة. لازم يعيش في حلم. بس أنا على طول كنت ببقى معاكي. على طول شايفك وحاسس بيكي. بفرح لفرحك وأزعل لزعلك. على طول شايفك من المايا. وهفضل شايفك من هناك لحد ما نتقابل تاني. Thank you.
كيف تطلب اللجا وانت كفرت بربه؟ اللجا بس لأهل الجنة مش لسكان الجحيم. سامحيني يا حبيبتي، مكاني مش هنا، ده قدري، ما حدش بيختار قدره، بس كده كده لازم ارجع مكاني. اللي زيك راحة، كل اللي جابلك وصلوا هناك، اسبق الريح وروحي لأحبابك، اسبق الريح وروحي لأحبابك. ما تصدقهوش، مش كل اللي بتشوفه العين حقيقة، ولا كل اللي ما بتشوفهوش وهم. القلب بيشوف اللي العين ما بتشوفهوش يا بنت. سابر سحر، انت كويسة؟ انت رجعت لي تاني؟ انا جنبك يا سحر، ما تخافيش، انا جنبك زي ما وعدتك. طمني. هو انا رجعت ازاي هنا؟ انت ما خرجتيش من هنا اصلا. هو انت هتمثل تاني؟ ها؟ هو انت مش شفت كل حاجه بعينك؟ مثل تاني؟ امثل تاني ايه؟ انت خدت جرعه زياده من الدواء اكتر من اللي احنا متفقين عليه، بس جرعه ايه؟ انا وانت كنا في العزبه. عزبه ايه؟ عزبة ايه؟ بطلك دوم بقى، انا تعبت. جنون ايه؟ اهو بص، اهو احنا لبسنا كله مبلول. Thank you.
مش اول مره تحاولي تمتحني. يا سحر لازم تكملي علاجك، انا مش كل مره هلحقك. عايز تطلعني انا المجنونه دلوقتي؟ تطلع نفسك انت البطل طبعا صح؟ وبعدين انا عايز اموت نفسي ليه؟ ها؟ ما انا حياتي زي الفل. ده أنا وأنا صغيرة؟ أيا كان اللي أنت شايفاه مش موجود. وهي مش أنت. أهي وصلها. دي أنا وأنا صغيرة. أنت قصدك نورة بنتنا مش كده؟ تعالي. أنا كنت غلطان إني وديتك معايا العزبة، ما كنتش أعرف حكاية مرض والدك اللي افتكروه اتلبس. أنت كنت عرضة لوراثة المرض بعد موت بنتنا. أنت انبهرتي بقصة خالد وجميلة وصدقتيها، ويمكن كمان اتمنيتيها وحبيتيها وهربتي فيها. أنا كنت عايزك تنسي الدنيا، بس ما كنتش عارف إنك هتعيشي غيرها. أنت خلقتي جميلة في مخي، عشان كده شفتيها شبهي. جميلة عمرها ما طردتك، أنت اللي طردتيها. هي ما كانتش انتي ولا حتى جميلة، دي كانت من جواك انتي. انت خلقت خالد في مخك يا سحر بعد ما شفتي وعرفت قصته، بس الحقيقة ان انتي كنت دايما لوحدك. اقنعت كل اللي حواليك بخيالك. هو انتي مش ترسمي ليه؟ ما انا قلتلك ان انا نسيت ارسم، مع اني كنت برسم وانا في الجامعة. لو ترى بقى كنت بترسمي حلم؟ الصراحة لا، وحش قوي. سافر وحدا كم سافر وحدا. أنا معايا جوزي على فكرة، حابب أعرفك عليه. بس الحقيقة إن أنت كنت دايما لوحدك يا سحر، وأنا شفت ده بنفسي. لوحدك يا سحر. أنا كنت قاسية عليك قوي، استعملتني ليه؟ لسه بتسألي؟ استعملتني ازاي؟ عشان ده واجبي ومسؤوليتي يا سحر. أنا عارف إنك كنت عيانة، واللي كانت بتجرحني دي أكيد مش سحر مراتي. وانا ازاي كنت عامية كده؟ ما انا قلتلك انت كنت عيانة. انت نسيتها ازاي؟ مين قال لك ان انا نسيت؟ مين قال لك ان انا ما بشوفهاش؟ انا بشوفها في كل صوره وكل مشهد حواليا، بشوفها في عيون كل الناس، بسمع ضحكتها في كل فرحه،
سحر انا لو مش دكتور كنت اكيد هبقى عيان. ما اصل نوره ما تتنسيش. انا اقدر اخف. قرارك. ما تسيبنيش وتمشي، ما تسيبنيش وتمشي. قلت لك ده قرارك. فهمت إن الحياة اختيارات، كل واحد اختار اختياراته، كل واحد شاف قصته وحكايته. أما قصتي أنا كل واحد شافها من وجهة نظر. في اللي شايف إن عليا عفريت، وفي اللي شايف إني محتاجة علاج، لكن أنا شخصياً لغاية دلوقتي مش فاهمة. عارفة إني لو خدت الحباية دي أنا هبقى كويسة، لو ما خدتهاش هفضل مجنونة عايشة في الأوهام. الأوهام ساعات كتيرة أحلى من الواقع. أنت سامعني إزاي؟ سامعك. عشان فهمك. أنت مين؟ نورا. يا نور وحشتيني قوي 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 قوي. شفتي عشان بيقولوا لي ان انا ماسك دموعي فبيقولوا لي ان انا نسيك. تخيلي انا نساكي. انا لو ينفع ان انا اسيب الدنيا دي واجيلك حالا هعمل كده، والله هعمل كده عشان اشوفك وابيع عمري علشان اشوف ضحكتك دي تاني مره واحده بس، مره واحده يا حبيبتي. احنا مش مجانين، احنا موهوبين. قوليلي بعد ما عرفت انا مين هتاخدي الدواء. اللي بيحصل في المرض النفسي ان لما المريض بيواجه مشكله ما قدرش يتكيف ولا يتلائم فبيهرب من المشكله، يهرب منها باحلام اليقظه،
احيانا يهرب منها باعراض هستيريه. زمان كان العلاج اساسا هو المواجهه والتفهم، حاليا للاسف العلاج النفسي ابتدى يخش في اسلوب تاني وهو المسكنات والاقراص والحاجات دي، كانك بتعالج الهرب بهرب. انا بعتقد ان الروشته الحقيقيه لجميع الامراض النفسيه هي الصله بالله سبحانه وتعالى، على ان تكون صله وجوديه. طبعا اتصال الانسان بالله سبحانه وتعالى لان هو الحي، هو مدد الحياه، هو الحبل السري. طول ما انت على صله بيه لا يمكن تيأس، ولا يمكن يغلبك اكتئاب، ولا يجيلك امراض نفسيه. كل ده ما لا، الامراض النفسيه لا تصيب مؤمن اطلاقا. في العمر بلاش احساسنا ده نخبيه، وكل وجعنا هيبقى